بقى في فيما يتعلق بالافتتاح وفيما يتعلق بالمنظر الرائع اللي احنا شفناه امبارح. بصراحه الواحد كان قاعد وهو بيتفرج فخور جدا جدا، وخصوصا وانت بتتابع كده النجوم العالميين سواء في افريقيا او في اوروبا او في اي حته، وسائل الاعلام الاوروبيه والعالميه وكل الناس بتتكلم على المظهر الرائع اللي شفناه في حفل الافتتاح امبارح. كل حاجه كانت منظمه بشكل كويس جدا، الالعاب الناريه، الاضاءه، التنظيم، الشكل، الاغنيه، كل حاجه كانت حلوه بصراحه. ايه المنظر ده اللي في الصور ده؟ لا حاجه كانت كويسه جدا بصراحه، والواحد ما كانش يتوقع ان حفل الافتتاح يكون بالابهار ده وبالجمال والحلاوه دي في الحقيقه يعني. كل التحيه وكل التقدير للجنه المنظمه ومدير اللجنه المنظمه كابتن محمد فضل، اللي اكيد عمل مجهود كبير جدا، واحد الكوادر الشبابيه الهامه جدا اللي هيكون ليها دور كبير في مستقبل الكره المصريه بشكل عام من الناحيه الاداريه. فبالتالي الشكل كان رائع جدا. كمان ارضيه الملعب، عمرنا ما شفنا ارضيه الملعب في استاد القاهره بالمنظر ده، جميله جدا وارضيه مستويه جدا. اول مره نشوف الكوره ما تتنططش على ارضيه الملعب كده من الاخر يعني. طول عمرنا في مصر بنشوف الكوره ما بتمشيش بشكل مستقيم يعني، او شكل متساوي على ارضيه الملعب، دايما في بندات ودايما بيبقى في مشاكل جدا خلال المباريات. لكن في الحقيقه اللي شفناه امبارح حاجه كويسه جدا، وحاجه بتدينا امل ان احنا هنشوف مصر افضل وافضل، والكره المصريه بالتحديد افضل وافضل خلال الفترات الجايه. كل التحيه وكل الشكر والتقدير للدوله المصريه والرئيس عبد الفتاح السيسي وللمهندس كمان هاني ابو ريده رئيس الاتحاد المصري لكره القدم، والكابتن محمد فضل رئيس اللجنه المنظمه، وكل المسؤولين، كل رئيس الوزراء، وزير الشباب والرياضه طبعا، كل الناس المسؤولين دول لازم نحييهم بشكل كبير جدا ونشكرهم على المظهر الرائع اللي احنا شفناه امبارح. بدايه من الساعه 8:30 حفل الافتتاح قعد تقريبا ثلث ساعه، ومرورا بالمباراه حتى فيما بعد المباراه، وكمان السلوك الحضاري جدا من جمهور الكره المصريه اللي كان متواجد في المدرجات، وكمان لقطه اكثر من رائعه بعد انتهاء المباراه ان هم كانوا بينظفوا مكان الاماكن اللي هم كانوا قاعدين فيها في المدرجات، وده كان شيء مميز جدا. طيب عشان نتكلم عن